Neymar's free kick. Tried to surprise Neymar. Played into the middle towards Edinson Cavani, and it's clutched by Kayar. Neymar trying the Dani Alves, that's a very useful ball indeed towards Neymar. Brilliant touch by Neymar, brilliant goal. And Paris Saint-Germain in front. Goal of the star وأمام نابولي وادي أمامنا هنا مبابي يسجل المرة دي أدي الهدية من نيمار ومبابي يسجل هدفه رقم 15 في هذه المسابقة ينفرد بصدارة الهدافين متفوقا على بيبي لاعب الإيفواري لاعب ليل اللي عنده 13 وأمامنا هنا هدف رائع هدف جميل ملعوب أنخيل دي ماريا عدى بشكل رائع جدا وشال كرة جميلة راسية المتعة المتعة موجودة العرض الفني النهاردة موجود في هذه المباراة في ملعب حديقة شفنا الكرة الوحيدة بتاع ديدو وادي أماندا ماركينيوس عملها قوية قوية ممكنها شوط أول تسيده تماما فريق باريس سان جيرمان أماندا خلاص خلاص الخطأ القاتل الخطأ القاتل ومبابي يسجل الثنائية هنا في هذه الليلة بعد هذا الخطأ القاتل القاتل يسجل أمامنا هنا مبابي الهدف الثالث في اللقاء والهدف الثاني لي وإن كان طبعا مبابي وصل ل 16 ودي كرة مرة ثانية كرة مرة ثانية المرة دي من قبل اللعب لمسة من جانب نيمار إلى مبابي حاجات بتتعمل حلوة أوي بين نيمار ومبابي تفاهم عالي مهاجم في هذا توخيل والطقس البارد هنا وهدف جديد هذه المرة كافاني 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 ثاني يعملها ثاني برنات يصنع وكافاني يسجل الهدف في هذه المباراة هو الهدف السابع وصنع اثنين في 13 مباراة أمام هذا الفريق أمام جانجون كافاني هنا لك هدف في الدقيقة 11 وهدفين للنجم اللي أمامنا هنا هو بيدخل في زمرة الهدفين اللاعب كافاني ينضم كافاني إلى مبابي كافاني هدفين ومبابي هدفين ونيمار هدف في هذه المباراة وأمامنا هنا الانطلاقة وكافاني يضعها باقتدار عشان يسجل كافاني هدفه الثاني في هذه الليلة وحتى رحل بقى في هذه الفترة بص شوف نيمار بيعمل ايه الستة 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 اللي اتكررت في هذه المباراة الستة اللي شفناها في 2015 هنا كل واحد نفسه في حاجة بيعملها ونيمار ممتعنا هو جايب هدف بقى جايب اتنين وصنع ومبابي جابت بص شوف نيمار بيعمل كل حاجة في الكورة وادي العرضية عم كافاني يا ملك يا ملك الهاتريك يا ملك الهاتريك أمامنا هو هاتريك زي ما سجل كافاني في لقاء ستة لا شيء في 2015 لكن تعالى في راية وفي تسلل مفيش سابع لا أمامنا مدينة خلاص تبديلات ثلاثة تمت كافاني في رحلة البحث عن الثامن 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 ومبابي مبابي المرة دي يسجل الهاتريك في الدقيقة 80 يبقى هاتريك مبابي هاتريك كذلك الكافاني وهدفين لنيمار في هذه المباراة اللي بتشهد فوز عريض وفوز كبير حتى هذه نوفمبر خلفا لكومبوري وما زالت الامور الصعبه وفرصه مونيه البديل ولما لا مونيه البديل يحتفل ويسجل كما سجل من قبل في مرمى رين وفي مرمى رينس وسجل